سوق الأنتيكة في مصر هنا في جمال عبد الناصر في وسط البلد. تنزل أي مكان تسأل هتلاقي ألف من هيدلك. في سينما ديانا بالاس يوم السبت بس، أي حاجة أنت نفسك فيها، بس كل حاجة أنا بسعرها، مش حد بيقول سعر عشان السعر هنا بيتغير. يعني ممكن تنزل بكره تلاقي مثلا سعر زاد او قل، والراجل نفسه بينسى يعني، هو على حسب الزبون. يعني ممكن يبص عليه كده يقول لك مثلا 1000 جنيه، يبص على واحد تاني يقول له 400 جنيه. يعني هي الموضوع كله اسعار، مش حد بيقول اسعار هنا. لا ده مش انتيكة، ده كل شيء. نحن نحبس على انتيكة. ديانا بلس، سينما ديانا بلس. لا شغال السينما دي ولا مش شغال؟ انا غالبا مش شغال عشان ده الجزء الاول بتاع الفيلم. هنا اسعار متفاوتة طبعا زي ما عارفين. في هنا امين، بس انا حاسس ان امين زحمه قوي، فاحنا خلينا نخش نكمل على طول. السوق ده بيفتح كل يوم سبت بس تقريبا. كل حاجه هنا انتيكا، هو اسمه سوق انتيكا يعني معظم الحاجات مش شغاله. انا بص هنا دي حاجات فراعنه، دي كلها حاجات انتيكه مصنوعه ولا كتير قوي يعني. المشكله ان حق الشارع يتقفل على الرياض عشان الدنيا زحمه جدا. اللي احنا مشينا قدام مرضاش وش شمال. السلام عليكم. هو الالواح دي كلها بنفس السعر ولا؟ بكام لحظة لحظة الطاووس دي؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه اه. بس 1000 جنيه كتير يعني. لو طلع في محل هتبقى لحظة الطاووس ب 1000 جنيه. طب يا عم انت لو حصلت محل ما تيجي نمشي هناك شوية يا طارق. إبراهيم كيف طارق؟ دي أنتيكة؟ مش أنتيكة يا ابني دي. بس الحاجات دي أكيد مش أنتيكة. لا دي حاجات قديمة، حاجات قديمة. أنا في سوق الأنتيكة في مصر، في جمال عبد الناصر. تنزل المحافظة جمال عبد الناصر، تسأل فين سوق الأنتيكة، 1000 مين هيدلك. Gracias.
صندوق عمرو عرسوس. ايوه بيه صعب الانتيكة هنا في مصر طبعا، اي حاجة هتيجي تشتري لازم في مصر. اتفضل يا استاذ. زمان ده بكام دي؟ لا بص على اسعار، بس كنا بنستحمى ده وش ده كان بيستحمى فيه وش ما تخافش، ده كنا بنستحمى فيه زمان. كانت العروسة المصرية لازم تجيب ثلاثة، واحد للبسكوت والكسكسي والحاجات الحلوة، واحد لغسيل المواعين، واحد للحموم، واحد بيعمل فيه حلويات. كانت العروسة المصرية بتدوب سنة 20 وسنة 30 من القرن الماضي. عدى من السنة يا فندم. ايه دي فلوس زيت ولا غلطان؟ فلوس، تعالى طبعا. فلوس ألمانيا ايه؟ ده ربع جنيه مصري؟ اه. طب كام ده؟ لا بص على اسعاره. كل حاجة انت نفسك فيها هتلاقيها في سوق الانتيك. دي كلها حاجات قديمة طبعا، الحاجات ديت منها شغالة منها مش شغالة، بس انتيكة يعني تحط في بيت زينة. اصل مش هتقدر تستعمل التليفون الارض ده. هو مفيش حد عايز يقول على الاسعار لحد دلوقتي، اي حد سالته قبل ما افتح الكاميرا حتى قالوا لي ما عملوش اسعار. الاسعار هنا كل يوم بتتغير، يعني واحد يقول لك النهارده 1000 جنيه ممكن تلاقي تيجي تلاقي بكره 400 جنيه، بكره بعد بكره تلاقي 2000 جنيه كده. حد تاني في الناحيه الثانيه، المكان كله كان كله انتيكا. شفت انت الراجل العجوز؟ شنو كان عامل ايه؟ كنا بقى نوقف. الأسعار هنا متفاوتة. إيه؟ الأسعار هنا متفاوتة. حلوة. لا في حاجات غالية قوي هناك، ما أعرفش إزاي. بص أقول لك على حاجة. كل ده كده أغلبيته كده نازل جديد. كله نازل جديد. هنا القديم. مش كله هنا قديم برضه. هنا قديم. قديم إيه؟ قديم طبعا. السنية بس؟ السنية بالطقم، بقول لك طقم بس. يا انا عايزة معلش، امس بجرب. بص الرسمة هناك حلوة والله. 300 الرسمة. واللي جنبها 300 برضه الراجل العجوز اللي الراديو ده فين بقى يا بابا؟ الراديو في جنب يا استاذ. هتعرف الراديو ده. انا جنب. ده ورا الرسمة. انت شغال الراديو ده؟ تحت ولا لا؟ فينو؟ راح بيحط راح مصدق فين؟ عرفت مين هو بوي؟ فين هو مشاكل؟ هو؟ ده عربي.
هي دي اللي هناك دي؟ طبعا الف لهم بكام الراديو هناك؟ اللي هو اللي ورا الصورة ده مش ده شوية ابراهيم ده؟ هو راديو كبير الاسطوانة ده عامل 2000 شغال ده ولا؟ ايه شغال راديو شغال راديو عشان العبرة دي بايظة ده عامل 2000 جنيه الراديو اللي هناك ده انا واحد يا يحيى خليك معايا قول لي بقى اتفضل ايه ممكن عندي؟ الله يخليك شكرا ثلاثة اللي ده واحد مش عارف اللي متغلف ده وقت عامل 700 لا مش ما جبتكيش والله ولا لا قفلنا عليه بعد لا ما تلاقي يا ابو ابراهيم كتر النظار اللي هي بتاع تمام يا سيدي ايه النظار خش على طول عايز صواريخ اقعد ديكه في ده فيديو نعم ده خش على القناه بتاعتك عليها كده عشان يقول انا قناتي على اليوتيوب اسمها محمود فهمي النحاس القديم محمود فهمي النحاس القديم عليها حاجات بقى زي كده حضرتك وحاجات جميله جدا جدا محمود فهمي النحاس القديم على اليوتيوب واحنا بنيجي يوم السبت شايف احمد الدين ممكن تيجي تخش من 26 يوليو او من نجيب الريحاني او علي الكسار يوم السبت بس ماشي نفرش هنا طب استنى اقول لك حاجه لحظه تحت عايز كده تطلع؟ لا
الاسعار طبعا هنا متفاوته. طبعا ده كله مشغل اسمها انتيكا. طبعا احنا مش عارفين نصور المكان كله في الشارع عشان ناس كتير جدا ماشيه. بص المنظر ده، بص المنظر عامل ازاي، ناس كتير جدا مش عارفين نصور الشارع. ومرة طلع بالك صور كده برضه طول، مش عارف انساها، فاهم؟ غريب قوي. بس الاسعار هنا زي ما قلت قبل كده، الاسعار هنا متفاوته. يعني ايه متفاوته؟ يعني كل واحد يقول لك سعر. قول لي بس انت عايز ايه؟ والله بشوف الحاجات اللي هي ايه دي كان دي؟ يعني اللي هي الفيل ده عاملين 1500 جنيه. 1500 شوف يا باشا، تاني انا صاحبنا انت عايزها يا باشا. وال اللي هو الارض الكبير ده عامل 2000، الشمبانز عامل 2000. عايزني ولا امشي؟ حتى الاجانب هنا صح؟ دي عملة حقيقية دي ولا غلطان؟ عملة حقيقية؟ لا لا. ايه ده؟ ايه ده؟ دي فلوس حقيقية؟ دي بكام الواحدة؟ عندي ال 50. الواحدة دي ب50؟ فين الورقة دي؟ ده ربع جنيه، ده 50 جنيه. سوق الانتيكه في مصر، احنا شارع اسمه يا طارق. ممنوع الانتظار. ايه ده؟ بس انا اسمه ممنوع الانتظار. بص الرسمه دي،
تعال امشي مش كده تاني. لا خلاص مفيش كده تاني. فين سينما مليان؟ اه دي انا دايما هنا. اقدم سوق في العالم، سوق انتيكة مصر في وسط البلد عند عبد الناصر، جمال عبد الناصر. انزل محطة جمال عبد الناصر واسأل فين سوق انتيكة يوم السبت بس، هل في مين هيدلك؟ الدنيا زحمة موت، يفتح من الساعة 8 الصبح يقفل الساعة 5 المغرب. بص عامل ازاي؟ رحنا وجينا، كان في شارع هناك طويل بس احنا رحنا صورنا عنده هناك. بص حد داخل الشارع بس احنا مش هنروح هناك، يعني المشوار بعيد جدا فمش هنروح هناك. دي طبعا مش انتيكة خالص، هو عند ديانا بالاس يعني لسه برضه. فين ديانا بالاس؟ لو انت تايه محدش عارف يقول لك فين سوق الانتيكة قول لهم فين ديانا بالاس، كتير جدا هيقولوا لك برضه فين ديانا بالاس. او سويدي، في شركه اسمها شركه السويدي للكابلات الكهربائيه، اعمال السويدي. دي كلها اعمال حرفيه زمان قديمه جدا مصريه بقى فوق 100 سنه. هي بيقول لك هو ليه سوق الانتيكة عشان معظمها مش شغالة. يعني احنا كنا نبيع ايه ده؟ الانتيكة ده؟ علي هنا طب اتفق علينا احنا عليك مع الروبوت ده انتيكة بالله عليك. ده انتيكة الروبوت انتيكة ليه كده؟ الروبوت انتيكة كامل. كم ده؟ سوق الانتيكة في مصر. قدر موت انتيكة مع حاجة انتيكة. سنة 1900. ليش فضل؟ والله العظيم حط تاني. حاجة عجبك هنا طارق صح؟ انا احب الحجارة. اسمها حجارة؟ دي حجارة. انزل تحت على ورا فعبالا ما انت بقيت طوب يا طوب يعني؟ بس حجارة كريمة دي منها حاجات حجارة كريمة. اه زي حجارة بس مش لاقي حاجة تنفعنا.